رصاصة خطيئة الغضب. لما بتغضب بتعمل ايه؟ عندك اغنية بتقول فيها كتر الزعل بيحول، صح؟ اكتر وقت ما بحبش في نفسي وانا اللي هو زعلان او انا متعصب، ده عصبي قوي، بتتحول، ممكن اكسر البيت. بتعصب قوي. بتعصب ازاي؟ احكي لي. بتنرفز، يعني ممكن اي حاجة تنرفزني. ايه اللي بينرفزك؟ ايه اكتر حاجة بتنرفزك وبتعصبك؟ ان انا مثلا افضل اوح مع حد في الكلام وهو يقتنع ان هو صح وانا مقتنع ان انا صح، فنفضل بقى نتنرفز بقى وانا افضل اكسر البيت، او انا وجد واحنا بنتخانق يعني. بتكسر البيت؟ عادي. بتكسر ايه في البيت؟ الحاجات اللي هي الخفيفة عشان ما ندفعش اكتر من كده. انت بتختار الحاجات الخفيفة. ناصح برضو. ايه يعني ايه اكتر موقف حاسسك ان انت غضبان، يعني حسيت ان انت جواك غضب كبير؟ او انا بتخانق انا وجهات، ده الوقت اللي بحس فيه ان انا خلاص بقى. انت بتحبها قوي ما شاء الله، الله اكبر. يعني من كتر ما انا وهي ممكن نتخانق، انا ممكن يعني من قريب من كتر ما انا متنرفز بقى عايز اوصلها اللي هي مش فاهمه، هي مش فاهمه ان هي فاهمه ان هي صح. رحت رازع الباب بالرجل ولقيت الكالون بتاع الباب اتخلع من مكانه نفسه، بس الباب ما اتكسرش. بس الكالون اتكسر، الكالون اتخلع من مكانه. بس الباب ما جربوش حاجه. الحمد لله. الحمد لله. كان جربت تبقى مشكله كبيره. بس على فكره الستات بتحب ان انت ايه، عاده الستات تكبر دماغك. ما انا بعد كده راضيها وخلاص. ما انا كبرت دماغي بعدها رحنا متراضيين. طب وبلد بتبقى العصبيه وتعمل وبتاع، ما انت في الاخر هتكبر دماغك وخلاص. بص، البيوت اللي ما فيهاش عصبيه وما فيهاش خناقات يبقوا الاثنين عايشين مع بعض كده. بس انا اقول لك حاجه، الستات دايما ايه، خدها على قد عقلها، قولها انت صح. ده لازم. ايوه والله، ريح نفسك، هتحبك اكتر، مفيش مشكله، الموضوع في الاخر يعني بسيط. يعني انت اكتر حاجه بتخليك متعصب او غضبان ان انت ما تتخانق مع مراتك. لا، ان هو ايه، انا مش ان انا اتخانق مع مراتي، هي دي حاجه من الحاجات اللي بتعصبني، ان انا وهي نفضل نلوح مع بعض كتير. وفي حاجات تانية مثلا ان هو ايه، اكون انا عارف ان الحاجه صح وواحد يقول لي دي غلط، وانا عارف ان هي صح وهي صح. ان حد يخالفك في الراي بالزبط. ممكن ده يخليك غضبان. وانا عارف ان الراي صح، مش عرفك، ما ممكن رايه هو كمان يبقى صح، ما تسمع. ما لا، دي حاجه بيبقى موثوق منها، يعني انا متاكد ان هي صح. انت متاكد ان هو؟ لو مش متاكد بسمع رايه عادي. انما مثلا حاجه متاكد ان هي صح، مثلا اداره اعمال اللي معايا يفضل يقاوحني فيها ان هي غلط، لا انا ممكن افضل بقى متنرفز من هنا لبكره. طيب، خطيئة. بس بعدها في ثانيه بتهدى على طول. عارف برج العذراء بيهدى في ثانيه. قلبك ابيض. خالص. تقوم تهدى، تقل على ما فيش وتنزل على ما فيش. لو حد زعلني دلوقتي بكره انا نسيت اصلا، بس كنت الاول كده. ما عدا الناس اللي زيك قبل كده زمان، دول انت مش هتنساهم ابدا مهما حصل. طيب، خطيئه الكسل. كسلان، انت كسلان، ساعات بتكسل، تحب قعده البيت؟ بحب قعده البيت. بحب قعده البيت لاني يعني مثلا لما ربنا كرم الواحد ما بقتش اعرف اخرج في كل الحتت. ببقى نفسي اخرج واحس ان انا عصام العادي بتاع زمان اللي هو سواق التوك توك اللي هو محدش يعرفه. عايز تخرج براحتك. عايز اخرج وانا محدش عارفني. عايز تتمشى يا اخي في الشارع. بالزبط.